السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشرح كيفاش كتتم عمليه الدعم المباشر للناس اللي تضرروا بزاف من جائحه كورونا، وهناك نقصد الطالب معاش والناس اللي كانوا ولا بد خاصو يخرج باش يخدم باش يدخل العائله باش يعيش هو وليداتو. اليوم لقى راسو محنصر ما عنده كيدير، دونك غادي تتم واحد عمليه دعم مباشر مادي ليه. كيفاش غادي العمليه تدوز من جوج مراحل، سواء الناس اللي عندهم بطاقه رامد سواء الناس اللي ما عندهمش بطاقه رامد. بالنسبه للناس اللي عندهم بطاقه رامد، راه كل اسره كيكون فيها بطاقه رامد فيها رب الاسره مولا الدار الوليد داكشي، دونك رب الاسره كتكون تحت التصويره ديالته واحد الرقم. هذاك الرقم كيصيفطو الاس ام اس 1212، من بعد ما كيصيفطو كيتسنى واحد المرحله تيجاوبو تيقول لي وي واش الرقم ديالك مزيان ولا ما عرفتش، كيقولوا لي بلي توصلنا بالاس ام اس ديالك. من بعد كيمشيو يدرسوا الحاله ديالته الاجتماعيه كيفاش داير العيبات داكشي، عاد واحد المده قصيره كيصيفطو ليه بلي راه تم القبول ديال الطلب ديالك، اوكي راه غادي توصل الدعم. من بعد واحد المده شويه قصيره كيعاودوا يوصلوا اس ام اس ثالث، هاد الاس ام اس كيقول ليه فين غادي تاخذ الدعم ديالك. فداك الاس ام اس الثالث اللي توصلتي ليه راه كيقول لك سواء كيعطيك واحد الكود تيقول لك سير عند اي كيشي بونكير كطابي داك الكود وكيتسير لك الفلوس، وهنا رد البال هذاك الكود راه ديالك، يعني واحد اللي كان عنده التليفون ديالك ووصلوا الاس ام اس فيه الكود راه يقدر يمشي يشري فلوس وتصيد، دونك التليفون يبقى عندك. اولا تيقول لك الاس ام اس الثالث كيقول لك سير عند اي وكاله اداء كتعطيهم لاكارت ناسيونال، ما كاين لا كود لا والو، كتعطيهم لاكارت ناسيونال، هما من لاكارت ناسيونال كيعرفوا بلي راه فلوسك عندهم وكيعطيوك الامانه. دونك الامانه ديالك تختلف على حسب عدد الاسره، سواء كتكون 800 درهم الا كانت الاسره فيها جوج الناس، وكتكون 1000 درهم الا كانت الاسره ما بين 3 حتى 4 الناس، وكتكون 1200 درهم بالنسبه للاسر اللي اكثر من 4 الناس. هذه العمليه ديال تصيفط اس ام اس غتكون متاحه ابتداء من نهار الاثنين الجاي اللي هو 30 مارس، والفلوس غيبداو توصلوا بهم الناس ابارتير من 6 ابريل. واحد المعلومه، ملي غادي يوصلكم الاس ام اس ديال القبول صافي راه تقبل صافي راه غادي يوصلوك الفلوس، ولكن ملي غادي يوصلوك لي كود غيبداو تعطلوا بشويه بشويه. علاش؟ باش ما يكونش التزاحم، غيمشي داكشي بالتدريج بالتدريج. يعني واحد وصلوا مثلا جارك وصلك وصلوا اس ام اس باش تمشي تشري الفلوس، انت مازال ما وصلكش، غصبر راه غادي يوصلك، راه دارت القضيه غير باش ما يتزاحموش الناس. دونك بنادم غادي يوصل بالتدريج على قبل التزاحم، دونك ما تنكراش ما تنكراش. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لاكارت راميد فيلم ما عرفتوش كيفاش غيدار بالضبط، ولكن غيدار لهم واحد السيت ويب، غيدير لهم واحد السيت ويب اللي غادي يطابيو فيه. هذا السيت ويب مازال ما عرفناش كيفاش داير، اللي غادي يطابيو فيه المعطيات ديالو بخصوص الوضعيه الاجتماعيه ديالو، وتا هو غادي يستافد من نفس الدعم اللي استافد فيه صاحبو ديال لاكارت راميد، تا هو 800 درهم 1000 درهم ولا 1400 درهم حسب 1200 درهم حسب الاسره العدد ديال الاسره. واحد المعلومه مهمه، راه اي تصريح ماشي هو هذاك بالنسبه للراميد وبالنسبه لهذا السيت راه كيخلي مولاه يدخل في واحد المشاكل قانونيه وكيكون متابع قضائيا. واحد المعلومه جد مهمه، راه رب الاسره اللي خاصو يدير هذه العمليه والتليفون راه يبقى عندك، لانه اشاق فوق يبقى وصلوا فيك لي ديال الاس ام اس، يعني يقدر يوصلك فيه الكود اللي فيه الرزق، يعني رب الاسره هو اللي دار هذه القضيه. وثاني حاجه واهم حاجه ان هذا الشيء مديور باش ما يتزاحموش الناس، يعني غادي داك الشيء يضرب بالتدريج بالتدريج، يبداو الفلوس اللي يوصلوا بالتدريج بالتدريج ابارتير من 6 افريل. دونك هذا هو الفيلم اللي عارف، اللي عنده شي سؤال يخليه ليا لتحت نقدر نقلب ونجاوب عليه. والسلام عليكم.